اللبنانية خاصة اللي بيعيشوا برا واللي ما عم يتواصلوا كتير مع هون ما عم يعرفوا انه نحن هون صرنا بمكان اخر، بطلنا مثل ما نحن، نحن اقرب لنيويورك منهم. بونجور واضح. يعني ما اختبرت لحظة بريئة وقتها كان عمرك 12؟ لا. بشي مكتبة؟ لا. مع شي بسينة؟ لا. دانسينج ذا ستارز كان حلم لبنتي، لانه هي كانت تحب انه انا افوت بدانسينج ذا ستارز، لانه بتحبوا البرنامج كتير وبتحضروا الاجنبي. بقى بعد فتره قصيره من ما قالت لي انه هذا حلمها اجاني العرض دغري قبلته. يعني في راقصات عم يرقصوا بمجتمع نوعا ما رجعي، عم يرقصوا بكل ثقه وبكل احترام، وما ما حدا قدر حكي كلمة. يعني تصوري في كتير بيصير أمرار بوسم بمسلسل بينتقدوها وكذا، دانسينج وذ ستارز كان في رقص وكان في تشابك أجساد، ولكن ما حدا انتقد هذا الموضوع لأنه كان جاي بشكل تقني صحيح وسلس.